هنعدي سريعا كده على المعلومات المهمة الموجودة عندنا في كل محاضرة من محاضرات البارا. أول محاضرة بتتكلم عن الدايجنوستيك بارا سيتولوجي، هنتكلم فيها عن الجنرال برينسيبلز بتاعت الدايجنوزيس، ايه الحاجات اللي أنا بستخدمها عشان أعمل دايجنوزيس، وهنتكلم عن الكلاسيفيكيشن أو بارازايتس، أنا بقسمها لإيه وإيه، وكل تقسيمة منهم الكلاسيفيكيشن بتاعها برضه هنعرفه. أول حاجة في البرينسيبلز أو الدايجنوزيس، ازاي انا بعمل دايجنوزس لاي باراسيتك ديزيز. اول حاجه في مجموعه من اللابوراتوري دايجنوزس او من مجموعه من اللاب تيست اللي انا بعملها، عندي باراسيتولوجيكال، وده بيعتمد على ان انا بشوف الدايجنوستيك ستيج بتاعتي وابدا احطها تحت الميكروسكوب وابدا اشوفها، ده ان انا اعمل دايركت ديكشن تحت الميكروسكوب للدايجنوستيك ستيج. دايجنوستيك ستيج ممكن تبقى ايج، ممكن تبقى سيست، ممكن تبقى لارفا. طيب بجيبها منين؟ ممكن تبقى جايه من عينه من ستول، من عينه من بلاد، من عينه من البودي فلويدز، او من بايوبسي انا باخدها. يبقى ده اول حاجه الباراسيتولوجيكال. يبقى الباراسيتولوجيكال ان انا بعمل دايركت ديتكشن للدايجنوستيك ستيج تحت الميكروسكوب. تاني حاجه اميونولوجيكال. اميونولوجيكال ان انا ببدا اتعرف على البارازايت بتاعتي من خلال الانتيجنز او الانتي بودي بتاعتها اللي موجوده في السيرم او في البودي فلويد بتاعي، باستخدام كذا حاجه زي الاليزا، زي الكومبلكس فيكسيشن تيست، زي الاندايركت هيم اجليوتينين تيست اللي هو الاي اتش اي تي. تمام، دول كلها حاجات تبع الاميونولوجيكال. يبقى باراسيتولوجيكال ان انا هشوف اعمل دايركت ديتكشن للدايجنوستيك ستيج بتاعت تحت الميكروسكوب. اميونولوجيكال ده بيعتمد على الديتكشن اوف بارازايت انتيجنز اند انتي بودي زي الاليزا وزي الكومبلكس فيكسيشن تيست. عندي مولوكيولر. مولوكيولر ده عن طريق ان انا بدور على الدي ان ايه بتاع البارازايت بتاعتي، واخر حاجه هي البلاد بيكتشر، ممكن الاقي عندي انيميا او ليكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا او ايزينوفيليا. يبقى انا عندي اربع حاجات، يا اما باراسيتولوجيكال، يا اما اميونولوجيكال، يا اما مولوكيولر، يا اما بلاد بيكتشر. طيب الكلاسيفيكيشن اوف بارازايتس، البارازايتس بتاعتي او الطفيليات كلها انا بقسمها لثلاث مجموعات. اول مجموعه وهي الهيلمنسز، والهيلمنسز برضو بقسمها الهيلمنسز الا وهي الديدان، والبروتوزوا وهي الكائنات الاوليه، والارثروبودز اللي هي الحشرات. اول حاجه الهيلمنسز. الهيلمنسز انا بقسمها تقسيمتين او مجموعتين. المجموعه الاولى اسمها بلاتي هيلمنسز، ودي بتبقى عباره عن فلات وورمز او ديدان مسطحه، والمجموعه الثانيه بسميها نيماتي هيلمنسز وهي الراوند وورم. يبقى انا عندي الهيلمنسز بقسمها لبلاتي هيلمنسز ونيماتي هيلمنسز. البلاتي هيلمنسز عندي عيلتين، اول عيله اسمها التريماتودز. التريماتودز اللي هي الفلوكس، وبتبقى فلات يعني مسطحه ونون سيجمنتد مش مقسمه، هي بتبقى قطعه على بعضها. تاني حاجه وهي السيستود، والسيستود معناها الديدان الشريطيه او التيب وورمز، ودي فلات وبتبقى سيجمنتد. يبقى الفرق ما بين التريماتود والسيستود ان التريماتود نون سيجمنتد، اما السيستود بتبقى سيجمنتد، والاثنين تبع البلاتي هيلمنسز. المجموعه الثانيه وهي النيماتي هيلمنسز او الراوند وورمز، وبتشمل النيماتود. تمام، جه سؤال السنه اللي فاتت قال ان البلاتي هيلمنسز بتشمل، هل تشمل التريماتودز فقط، السيستودز فقط، النيماتودز فقط، السيستود والتريماتود، ولا السيستود والنيماتود؟ طبعا هتشمل التريماتودز والسيستود. يبقى التريماتود هي فلوكس وفلات ونون سيجمنتد، السيستود بتبقى تيب وورم اللي هي الديدان الشريطيه وبتبقى فلات وسيجمنتد. النيماتي هيلمنسز او الراوند وورم زي النيماتودز. عايزين نعرف بقى امثله على كل واحده، تريماتودز زي ايه، سيستودز زي ايه، ونيماتودز زي ايه. اول حاجه انا عندي التريماتودز، عندي الفاشولا جينجيتيكا والفاشولا هيباتيكا، والجزء ده مهم ان انا اعرف كل واحده فيهم بتبقى موجوده فين، ودول بيبقوا موجودين الهابيتات بتاعهم بيبقى في الليفر. الفاشولا مشهوره وخدناها كتير جدا قبل كده ان هي موجوده في الليفر. عندي الباراجونيمس وسترماني، دي برضو تبع التريماتودز بس موجوده في اللنج، كانت بتعمل لي مشاكل في اللنج. الهيتروفيس، هيتروفيس الانتستين هو الهابيتات بتاعها. الشيستزوما بكل انواعها، شيستزوما هيماتوبيوم، شيستزوما مانسوناي، والشيستزوما جابونيكيوم، ده الهابيتات بتاعها في البلد. يبقى انا عندي الامثله على النيماتي التريماتود، عندي الفاشولا، عندي الباراجونيمس وسترماني، عندي هيتروفيس هيتروفيس والشيستزوما. مفروض اعرف الهابيتات بتاع كل واحده فين. الفاشولا في الليفر، اللنج فيها الباراجونيمس وسترماني، الانتستين بيبقى فيها هيتروفيس هيتروفيس، والشيستزوما بتبقى موجوده في البلد. نيجي للسيستودز، لها تو هابيتاتس بس، يا اما في الانتستين يا اما في التشو. اللي في الانتستين هنحفظ ثلاثة بس اللي هما الدايفيلوبوذريوم والتينيا والهايمينوليبس نانا. تمام، او الهايمينوليبس بشكل عام. تمام، يبقى ده اللي موجودين في الانتستين، تينيا وهايمينوليبس والدايفيلوبوذريوم.
اما اللي موجودين في التيشوز ممكن نحفظ السيستوساركس سيليلوزا بتاعت التينيا سوليوم والهايديت سيست، دول اشهر واهم اتنين. تمام، يبقى السيستودز معظمها في الانتستين زي الدايفيلو بوزريام لاتم، التينيا سواء تينيا سوليوم او تينيا ساجيناتا، الهايمينوليبس نانا والهايمينوليبس دايمينيوتا. تمام، اما التيشوز اشهر حاجه السيستوساركس سيليلوزا بتاعت التينيا سوليوم والهايدات سيست بتاع التشينوكوكس جرانيلوسس. ده بالنسبه للسيستودز. النيماتودز عندي حاجات بتبقى موجوده في الانتستين، عندي حاجات بتبقى موجوده الادلت هي اللي موجوده في التشو، وعندي حاجات اللارفا هي اللي بتبقى موجوده في التشو. بتاعه اللارفا اشهر حاجه ترايكينيلا سبايراليس، كنا واخدينها ان هي بتبقى موجوده، اللارفا بتبقى موجوده في المسلز، خدناها في موديول الماسكولوسكيليتال، دي اشهر حاجه الترايكينيلا سبايراليس. والحاجتين اللي لهم علاقه بالقطط والكلاب اللي هي الانكلستوما كاناينم والانكلستوما برازيليانس، دي اول حاجه. تاني حاجه التوكسيكارا كاني والتوكسيكارا كاتي. يبقى ده اللارفا موجوده في التشوز، حاجتين اللي هم علاقه بالقطط والكلاب اللي هم انكلستوما كاناينم وانكلستوما برازيليانس وحاجه والتوكسيكارا كاني والتوكسيكارا كاتي، واشهر حاجه واهمهم الترايكينيلا سبايراليس، اللارفا كانت بتبقى موجوده عندي في المصل. طيب ايه الحاجات، اشهر حاجه الادلت هي اللي تبقى موجوده في التشو بالنسبه للنيماتودز؟ عندي الوشيراريا بانكروفتي، وعندي اللوا الوا اللي هي كانت بتبقى موجوده في الكونجكتيفا. تمام، اللوا الوا كانت بتبقى موجوده في السب كونجكتيفال او السب كونجكتيفال تشو في العين عندي. طيب اللي موجوده في الانتستين اشهر حاجه الاسكاريس والانتروبيس فيرميكيوراليس، انكلستوما ديودينال من اسمها، ديودينال في الديودينم يعني في الانتستين، سترونجلايدس ستيركوريس. يبقى انا عايزه اعرف المفروض كل واحده، كل عيله بتشمل ايه او اسماء ايه. عندي مثلا التريماتودز زي الفاشولا موجوده في الليفر، شيستزوما موجوده في البلاد، عندي الوشرية تقريبا او ايه، الباراجونومس وسترماني موجوده في اللنج، والهيتروفيس هيتروفيس في الانتستين. السيستودز عندي انتستاينال يا اما تيشوز انتستاينال، التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا، هايمينوليبس نانا والدايفيلو بوزريام لاتم. التيشوز عندي السيستوسيركس سيليلوزا بتاعت التينيا سوليوم، وعندي الهايديت سيست بتاع الاتشينوكوكس جرانيلوزس. بالنسبه للنيماتود عندي حاجتين، يا اما في التيشو يا اما في الانتستين، الانتستين اسكاريس استرونجلويدس ستيركوراريس والانتروبيس فيرميكيوراليس. التشو ممكن تبقى الادلت هي اللي موجوده في التشو، ممكن تبقى اللارفا هي اللي موجوده في التشو. بالنسبه لللارفا عندي الترايكينيلا سبايراليس، عندي الانكلستوما كاناينم والانكلستوما برازيليانس، عندي توكسوكارا كاني وتوكسوكارا كاتي. بالنسبه للادلت لما تبقى موجوده في التشو في حالات الوشيراريا بانكروفتي واللوا الوا، دول اشهر حاجتين، وناخد معاهم كمان الدراكينكلس ميدنسس، دول بيبقى الادلت هي اللي موجوده في التشو. تمام، نيجي بقى للدايجنوستيك ستيتز بتاعت الهلمنسز. عندي التريماتود الدايجنوستيك ستيتج بتاعتي بتبقى الايج. الايج قلنا زي ايه تريماتود؟ زي الفاشولا، زي الهيتروفيس هيتروفيس، زي الشيستزوما. يبقى الدايجنوستيك ستيتج عندي في التريماتود وهي الايج. طيب نيجي بالنسبه للسيستود، لان السيستود هي التيب وورمز او الديدان الشريطيه، يعني فيها سيجمنت، بتبقى سيجمنتد. يعني عندي هنا هزود على الاكس في الدايجنوستيك ستيج، هيبقى معايا سيجمنتس كمان هتبقى موجوده عندي تبع الدايجنوستيك ستيج. فانا عندي في السيستودز اهو اكس زي في حالات الدايفيلو بوزريام لاتم والتينيا والهايمينوليبس نانا، سيجمنتس في حالات الدايفيلو بوزريام لاتم والتينيا. تمام، يبقى الترماتود اج بس هي الدايجنوستيك ستيج، اما في السيستود الاج والسيجمنتس. نيجي للنيماتود، اخر حاجه النيماتود يا اما هلاقي الايج يا اما هلاقي الادلت يا اما هلاقي اللارفا. اول حاجه الايج دايجنوستيك ستيج بتبقى الايج في حالات الاسكاريس انكلستوما ديورينال والانتروبيس فيرميكيوراليس، ده اللي هي كانت بتبقى موجوده في مجموعه النيماتودز اللي كانت موجوده في الانتستين، اسكاريس انكلستوما ديورينال والانتروبيس فيرميكيوراليس. الادلت اللي هي مجموعه البارازايتس او الهلمنسز اللي بتبقى موجوده، الادلت بتاعتها تبقى موجوده في التشو. تمام، الادلت بتبقى موجوده برضو بعتبرها دايجنوستيك ستيج في حالات الاسكاريس والانتروبيس فيرميكيوراليس، دول كانوا تبع الانتستين بس. تمام، يبقى انا عندي اسكاريس وانتروبيس فيرميكيوراليس دايجنوستيك ستيج بتاعتهم بتبقى الايج والادلت. طيب اللارفا، ايه الحاجات اللي كانت اللارفا بتبقى موجوده دايجنوستيك ستيج في التشو؟ كان عندي
الترايكينيلا سبايراليس، وكمان عندي اللارفا بتاعه الاسترونجلويدس استير كوراليس. هنا بتبقى اللارفا دايجنوستيك ستيج. يبقى الدايجنوستيك ستيج في الترماتود بتبقى الايج بس، في السيستود بتبقى الايج والسيجمنت، في النيماتودز بتبقى ايجز وادلت ولارفا. الايج في الايج والادلت في حاله الاسكاريس والانكليستوما ديورينال، وادلت معاها كمان انتروبيا سبيرميكيوراليس. اللارفا زي الربديتي فورم لارفا بتاعه استرونجلويدس استير كوراليس والانسيستد لارفا بتاعه الترايكينيلا سبايراليس. تمام، ده كده بالنسبه لاهم حاجه المفروض ابقى عارفه الدايجنوستيك ستيج بتاع كل واحده ايه وبتبقى موجوده فين. ده ملخص المحاضره الاولى. تمام، لسه فاضل الجزء بتاع البروتوزوا. البروتوزوا برضو بقسمها، في حاجات بتبقى موجوده في اليومن، في حاجات بتبقى موجوده اليومن ممكن يبقى الانتستاينال اليومن وممكن يبقى اليوروجينيتال اليومن، في حاجات بتبقى موجوده في الانتستين والتيشوز مع بعض، في حاجات بتبقى موجوده في البلد والتيشوز مع بعض، في حاجات تبقى في التيشو بس او بلد بس. يبقى انا عندي اما انتستين بس، انتستين وتيشو، بلد بس، بلد وتيشو. الانتستين اول حاجه اليومن بروتوزوا، الانتستاينال زي الاميبا انتاميبا هيستوليتيكا دي اشهر حاجه، والجيارديا لامبيليا، دول اشهر حاجتين موجودين عندي في الانتستاينال اليومن في اليومن بس. طيب اليوروجينيتال اليومن اشهر حاجه الترايكومونس فاجينالس، ودي عارفينها من النساء موجوده في اليوروجينيتال، فهي الترايكومونس فاجينالس. يبقى ده بالنسبه لليومن. طيب حاجه بقى موجوده في الانتستين والتيشو مع بعض، اشهر حاجه المايكروسبروديا، انتستين والتيشو المايكروسبروديا. طيب التيشو بس زي الاكانساميبا زي التوكسوبلازما جونادياي، اكانساميبا والتوكسوبلازما جونادياي دول موجودين في التيشوز بس. طيب تبقى موجوده في البلد والتيشو زي الليشمانيا وزي التريبينوزوما، الليشمانيا والتريبينوزوما موجوده في البلد بس زي البلازموديوم، البلازموديوم. يبقى الانتستاينال اليومن زي الانتاميبا هيستوليتيكا والجيارديا لامبيليا. اليوروجينيتال اليومن عندي الترايكومونس فاجينالس، انتستين والتيشو عندي المايكروسبروديا، تيشو بس عندي الاكانساميبا والتوكسوبلازما جونادياي، البلد والتيشو عندي الليشمانيا والتريبينوزوما، البلد بس عندي البلازموديوم. ده كده اشهر الحاجات في البروتوزوا. عندي اهم بقى الميديكالي امبورتنت بروتوزوا، اشهر انواع البروتوزوا، والمفروض هنعرف برضو الدايجنوستيك ستيج بتاعت كل واحده فيهم. عندي الانتاميبا هيستولوتيكا، عندي التوكسوبلازما جونادياي، انتاميبا كولاي، ترايكومونس فاجينالس، جياردي لامبيليا، تريبتسبروديوم بارفم، بلازموديوم، والليشمانيا والافريكان تريبينوزوما. دول اشهر البروتوزوا اللي موجودين عندي، المفروض بقى اعرف في كل واحده ايه هو الدايجنوستيك ستيج بتاعتها. عندي الجدول ده هلاقي ان معظمهم الدايجنوستيك ستيج بتبقى عباره عن سيست او تروفوزايت، ما عدا في حاجات معينه زي الكريبتوسبوروديوم ده بيبقى الاووسيست، زي الايزوسبورا ده برضو بيبقى اووسيست. عندي الليشمانيا كان عندها اماستاجويت وعندها بروموستاجويت، الاماستاجويت كانت بتبقى موجوده في البلد والبروموستاجويت بتبقى موجوده في الكالتشر. التريبينوزوما عندها مالتي فورم تريبينوزوما، هي دي الدايجنوستيك ستيج، والتريبينوزوما كان عندي منها افريكان وعندي منها امريكان. الافريكان الدايجنوستيك ستيج بتاعتها بتبقى المالتي فورم تريبينوزوما، اما الامريكان تريبينوزوما التريبينوزوما بتاعتها او الدايجنوستيك ستيج بتاعتها بتبقى عباره عن سي شيبد تريبينوزوما. تمام، فانا المفروض بما ان هم معظمهم كلهم سيست او تروفوزايت فنحفظ الاستثناءات، زي الكريبتوسبوروديوم ده بيبقى اووسيست، زي الايزوسبورا اووسيست، الليشمانيا اماستاجويت وبروماستاجويت، التريبينوزوما بتبقى تريبينوزوما مالتي فورم في حالات الافريكان والسي شيبد في حالات الامريكان. تمام، البلازموديوم ممكن يبقى الرينج، ممكن يبقى التروفوزايت، ممكن يبقى الشيزونت، الجاميتوسايت. اما في حالات البلازموديوم فالسيبارم، وده تقريبا جه السنه اللي فاتت قال ايه هي الدايجنوستيك ستيج في حالات البلازموديوم فالسيبارم، هتبقى الرينج والجاميتوسايت ستيج اونلي، هما دول الدايجنوستيك ستيج. تمام، خلاص قلنا الليشمانيا سواء كانت فيسرال او كيوتينيس بتبقى اماستاجويت او بروماستاجويت، والتوكسوبلازما برضو تروفوزويت، المعظم كله الباقي تروفوزويت ما عدا المايكروسبوروديا بيبقى سبور ستيج. يبقى انا كده قلت الاستثناءات، قلت المايكروسبوروديا بيبقى سبور ستيج، قلت الكريبتو سبوروديوم بيبقى اووسيست، قلت الايزوسبورا بيبقى اووسيست، قلت التريبينوزوما بيبقى تريبينوزوما، لو افريكان يبقى مالتي فورم تريبينوزوما، لو امريكان يبقى سي شيبد تريبينوزوما. الليشمانيا سواء فيسرال او كيوتينيس بيبقى اماستاجويت وبروماستاجويت.
البلازموديوم فالسيبارم اخلي بالي بيبقى الرينج ستيج والجاميتوسايت ستيج، تمام. خلاص كده الباقي هيبقى التروفوزايت. ده بقى كل اللي باقي عبارة عن صور دايجنوستيك ستيج بتاعت كل حاجة. ده كده ملخص المحاضرة الاولى واهم حاجة فيها. جزء الارثروبوت كده اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن بتاعت الهلمنسز، قلت بقسمها لبلاتي هلمنسز ونيماتي هلمنسز، وقلت الكلاسيفيكيشن بتاع البروتوزوا على حسب الهابيتات بتاعتها. عندي حاجات تبقى في الانتستين، عندي حاجات في الانتستين والتيشوز، عندي حاجات في التيشو بس، عندي حاجات في البلاد والتيشو، وعندي حاجات في البلاد بس. هنيجي بقى للكلاسيفيكيشن بتاعه الارثروبوتس. الارثروبوتس بقسمها لثلاث حاجات: انسكتا، اركنيدا، كراستيكال. الانسكتا اللي هي الحشرات، الاركنيدا اللي هي العنكبوتيات، الكراستيكا اللي هي القشريات. كلهم بيبقوا عبارة عن هيد وسوركس وابدومن، تلات اجزاء هيد وسوركس وابدومن. الانتن اللي هي قرون الاستشعار بتبقى موجودة عند الانسكتا او في الحشرات بيبقى عندها وان بير اوف انتني، بير واحد بس من قرون الاستشعار. الاركنيدا ما عندهاش قرون استشعار، كراستيكا عندها تو بيرز من الانتني. الوينجز في الانسكتا، في بعض الانسكتس او بعض الحشرات بيبقى عندها وان بير اوف وينجز او تو بير اوف وينجز، ممكن ميبقاش عندها وينجز خالص. الاركنيدا الكشريات والعنكبوتيات ما عندهاش اي وينجز. بالنسبه للليجز، عند الانسكتا عندها 3 بيرز اوف ليجز، اركنيدا 4 بيرز، والكراستيكا 4 بيرز. فكلهم متفقين في ان هم عندهم هيد وثوركس وابدومن. الانتني في الانسكتا والكراستيكا، في الانسكتا 1 بير، في الكراستيكا 2 بيرز. الوينجز في الانسكتا بتبقى 1 او 2 بيرز وممكن ما تبقاش موجوده خالص، والاركنيدا والكراستيكا ما فيهاش اي وينجز. الليجز 3 بيرز، 4 بيرز، 4 بيرز، 3 بيرز في الانسكتا، اركنيدا 4 بيرز، والكراستيكا 4 بيرز. ده انا عندي الارثروبوتس. بيبقى عندي لارفا بيوبا ادلت، لارفا بيوبا ادلت. دي شويه كلها صور للاكس بتاعت انواع مختلفه من الحشرات، تمام. وده شكل اللايس والايج بتاعت اللايس. ده شكل الهارد، الادلت هارد تيك، تمام. كلها دي حاجات صور، هم قالوا الصور مش مهمه قوي. ده كده ملخص المحاضره الاولى.